طيب كده احنا خلصنا الانتيريور تيث انفايزرز وكاناينز وخلصنا البري مولرز. تعال نخش بقى في المولر. تعال نخش في المولر. نمره واحد، اعرف منين اذا كان ده upper molar من lower molar؟ اولا اعرف ازاي انهم molars؟ قالك المولر ده اكبر ايه؟ اكبر tooth، تبقى حجمها محترم. الروتس بتاعتها لو ده كان upper الاقي تلاتة روتس، اتنين ناحية البكل وناحية واحد ناحية البلاتال، يبقى تلاتة روت، اتنين ناحية البكل واحد ناحية البلاتال. في المقابل اللور مولر بيبقى عندي تو روث، واحد ميديال واحد ديستال، تو روث واحد ميديال واحد ديستال. ادي اول فرق بين الابر مولرز واللور مولرز. تاني فرق قال لك بص من الاوكلوزال سيرفيس، بص من الاوكلوزال سيرفيس، لو لقيت ان الثيكنس يعني بكو لينجوالي اكبر من ميديو ديستال يبقى انا بتكلم في ابر. لو لقيت بكو لينجوالي اكبر من ميديو ديستالي يعني الثيكنس اكبر من الويت يبقى انا بتكلم فيه ابر. امال اللور؟ قال لك اللور بلاقي ان الويت هو الكبير الميديو ديستال اكبر من الثيكنس اللي هو الباكو لينجوال، يبقى انا عشان اعرف الفرق ايه الفرق بين الابر مولز واللور مولز نمره واحد الروت، ما تفكرش 3 روت يبقى ابر، 2 روت يبقى لور، 2 روت ميديالي وديستالي لان انا عندي الابر 4 الروت بتاعه باكل ولينجوال. خلاص كل المولرز باربع كثبات او اكتر، خمس كثبات في اللور 6 و 3 كثبات، ده نادرا في الهارد شيب بتاع الابر 7 وده عاده ما بيجيش. طيب عرفت ان انا ايه عندي ابر مولرز ولور مولرز، ابدا اشوف الابر مولرز واللور مولرز اخبارهم ايه. عندي ابر 6 وابر 7. الابر 6 خلاص بقى ابص على الاوكلوزال سيرفيس، ابص على الاوكلوزال ايه سيرفيس. اول ما ابص على الاوكلوزال سيرفيس الاقي عندي الاوبليك ريتش، عندي الاوبليك ايه ريتش اللي هو موصل بين الديستو باكل والميديو لينجوال. الكلام ده موجود في السكس وموجود في السيفن. امال افرق سكس من سيفن ازاي؟ قال لك بص على التيوبركل اوف كارابيلي، لو لقيت تيوبركل اوف كارابيلي يبقى انا ده في ايه في سكس، لو ما لقيتش يبقى سيفن. يبقى تاني اول حاجه بعملها ان انا عندي 3 روت يبقى انا عندي ابر مولر يا 6 يا 7. ابص على الاوكلوزال سيرفيس الاقي ان انا عندي ادي الاوبليك ريدج بتوين ديستو باكل والميزولينجوال، وعلى الميزولينجوال الاقي الجزء بتاع التيوبركل اوف كارابيلي. سنه تانيه ادي نفس الكلام 3 روت يبقى ايه 3 روت يبقى ابر 2 بكل 1 لينجوال. بصيت للاوكلوزال ادي التيوبركل اوف كارابيل، ادي الايه الاوبليك ريدج الاول ماشي، وبعدين ادي التيوبركل اوف كارابيل ن2 على الميزولينجوال ايه على الميزولينجوال كاست، يبقى ده ابر 6. في المقابل الابر 7 هو نفس الكلام بالظبط، هو نفس الكلام ايه بالظبط 3 روت 2 بكل 1 لينجوال. وابص على الاوكلوزال الاقي برضه في الاوبليك ريتش، بس المره دي مفيش ايه مفيش تيوبريك اوف كارابيلي، مفيش تيوبريك اوف كارابيلي، يبقى ده ابر 7 ابر 7. تاني واحده تانيه ادي اهو عندي الاوكلوزال سيرفيس برضه في تيوبريك اوف كارابيلي، مفيش تيوبريك اوف كارابيلي، يبقى انا بتكلم على ابر 7 ابر 7. في المقابل الابر 8 اخباره ايه؟ قال له هو يبقى شبه ال 6 يبقى شبه ال 7، بس في حاجه ثانيه انا عندي فيوزد روت، الروت زي ما انتم شايفين كده لازقه في بعضها، الروت لازقه في بعضها، يا تبقى غير مكتمله زي الحاله دي مثلا الروت لسه ما كملتش لان انا خلعت السنه بايه؟ بامباكشن، يبقى الروت غير مكتمله يا لازقه في بعضها فيوز. وابص للاوكلوزال سيرفيس الاقيه هو نفس الايه؟ هو نفس الابر 6 او الابر 7 بس مليان سبلمنتال جروفز، كانه ورقه واتكرمشت مليان سبلمنتال جروفز، يبقى انا بتكلم في ايه؟ في ايه؟ بتكلم في ايه؟ نفس الكلام ادي اهو برضو ده الهارد شيب منه ومليان سبلمنتال جروفز، يبقى انا بتكلم في ايه؟ في ايه؟